تفخر شركة ستراتا وهي إحدى شركات مبادلة للاستثمار بالمشاركة في معرض التوظيف المختص بمجندين الخدمة الوطنية. الهدف طبعا من هذه المشاركة أن نعرض الوظائف اللي موجودة تحت شركة ستراتا للتصنيع. الحمد لله قاعدين نشوف زيادة في الانتاج وطلبيات على أجزاء الطائرات. راح نفتح من 100 إلى 110 وظائف جديدة في هذا المعرض. كذلك أيضا المشاركة في هذا المعرض نقوم بتوفير عدد من ورش العمل للشباب المجندين. عندنا ورشة عمل مختصة بالقيادة، عندنا ورشة عمل مختصة بالأبحاث والتطوير، وكذلك عندنا ورشة عمل مختصة بالموارد البشرية وكيف نهيئ الشباب على سوق العمل.